السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج جام الناس. اليوم راح نكون وياكم من منطقه السيديه، راح نشوف الناس واحوال الناس اللي موجوده هنا، خصوصا انه العراقيين يشهدون انه حدثين مهمين بهذه الفتره، اللي هو الانتخابات المجالس محافظات وايضا بنفس الوقت الكريسماس. فراح نكون وياكم بحلقه مغايره، خليكم يعني. شلونك عمو؟ الله اخبارك؟ حبيبي الورد عوافي. الله يعافيك. لب يخبل بشيء؟ لا ما يبي يخبل. يعني لازم نكاسر الحين المفروض. هاي النكات الوضعيه يا نكهه تحبها؟ ما تحب هذه كل ما احبن. والله. شلون اخبارك؟ احب الوجه الطيب. الله يسلمك. اي والله. طيب ابو من؟ انا ابو حسين. ابو حسين؟ ايه. يعني علي انت لو اسمه؟ انا ام اسماعيل يا عمي. ام اسمك علي؟ ايه. يا سلام. الله يخليك. ابو حسين عمو، يعني انا ابو حسين وانت ابو حسين. اي عادي، شلون نتوالى معك؟ احلى مني. لا انت لحله. شلون وضعك؟ انت لحله والله. هالوضع لا. اي والله مو موافق. كاسر ليش؟ هسه سامع انت واحد سبع صنايع والبقى ضايع؟ شلون والله سبع صنايع؟ اريد اعرف السبعه. ادري يعني. اعطينا اول وحده. شلون يعني هذه جذي بالشارع؟ ايه. لا رعايه. زين. ولا مال تقاعد. زين. ولا كل شيء نفتهم. هسه لحد هاي الطربقه مالتنا مال السيديه نفتهم. ايش نفس السبع صنايع وين؟ اريد وحده. ها كلنا حاويين. هات اعطيك اول وحده يعني. تفضل. انا هاي من التجار. التجار تفضل. هو مدرب ملاكمه ما شاء الله. وهذا اسمي خاب تقول. ايه تعبت منتخب. انا مدرب منتخب وطني حج. هذا انت تحكي لحظه. بشار مصطفى الله يرحمه. اي الله يرحمه. تعرف انت هذا من الدوك نائب الثاني كان الاولمبيه؟ ايه بالاتحاد الملاكمه مال الاولمبيه قبل. ايه بشار مصطفى. ايه الله يرحمه. يا سنه كنت مدرب له؟ زام من زمان انا بالسبعينات. ايه يعني لعبت منتخب؟ ايه كلهم دول وراي يعني. بس انت تسالني يعني راح تعطيني شيء بالمنتخب؟ لا بس اسالك بتاريخ. لا ايه بتاريخ. لعبت منتخب؟ لعبت كل شيء لعبت. ايه دربت؟ دربت اجيال عمي. وهسه قعدت؟ ايه قاعد يعني. زين مو غسلكم منح مال رواد يسموها؟ ايه مال رواد؟ هو كل شيء ما قاضي لا رواد ولا اي. طبعا هو الوضع هنا بالشتاء دائما ما يكون بارد، فالناس تشرد من الكاميرا تشرد من البرد. والله ما ادري يا كابتن. ولا تشرد. ها والله. زين اطيب شيء تحبه بالشتاء غير اللبلبي؟ كل شيء محبوب للطيب. والله. زين. طيب كل شيء محبوب له. الا هذا صافي. ابو حسين سؤال يطرح نفسه. اقول انه اذا بالسابق الوضع هيك كان، بالوقت الحالي للشباب شلون؟ شلون يعني؟ يعني انت بهذا العمر إيه؟ لا تقاعد لا تعيين. دائره مالتي ما رجعت لها. المفروض تقاعد؟ اي انا بوزاره الزراعه كنت. يعني ما رجعت للدائره مالتي، اقدر انا اضيف العسكريه مالتي على الدائره وارجع. زين. ما رجعت لها. ما رجعت؟ اي والله. ليش ما رجعت لها؟ ما عجز. مالي؟ أنا عجز. اي والله ما قدرت ترجع. ما رحت ولا كلها سويت كلاوات. لا بدوائر يشتغلون ولا باي دائره. سووا كلاوات يرجعون ورجعت العالم وراح. قد بقيت بالخدمه بالدائره؟ انا بالدائره عندي ست سنوات. ست سنوات. احتياط 8 واحد. الثمانيه ب 16. زين. وقبلها سنه. وقبلها مكلفيه وكل شيء انا مقابل. يلا صحة وعافية. نعم وشاهد الكرام تواصلنا وياكم خليكم. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شلون اخبارك؟ خير. زين. الله يحفظك. حلوه هاي الاشياء بالشتاء الحج والشتوي. العالم ترغبها. ترغبها العالم. اي صح. يعني الشغلات الدافئه احنا نقول عليها. زين. الدفي. طبعا. الدفي. الدفي. يعني البردان بالشتاء ياكل حب. ياكل حب ما يروح على غيره. وياكل لبلبي. اللبلبي يعني ما يتزوج. باقي اللي
اذا يريد نصيحه يبتعد عن هذا المشروع، ياكل حبه ولبلبي. سمعت اوس بالشتاء البرد انا ياكل حبه ولبلبي. اوس متزوج ولا اوس ما متزوج؟ تبين ما دير بالك الله يباعدنا عن هذا الموضوع. طبعا اذا انت دفيان. لا باو عاني بحكم شغله يعني وقت طويل، ف ما متفرغ لهذا الموضوع اصلا. يا موضوع موضوع الزواج يعني الزواج يريد غير وقت عمل، يريد التزام، يريد اكو شغلات يعني الواحد ما يحسب الاحساب. يعني مثلا الوقت هسه انا قد تخلص وقت انا هنا دوامي 14 ساعه. حيل بين ساعه تفتح من 10 ل 12 10 الصبح ل 12 بالليل. ليش مو يعني هذا وقتنا احنا ماشيين عليه صار لنا سنين وتعودنا على هذا الموضوع يعني. ماكو عطله ولا يوم؟ لا ينطيك انت من تريد اجازه ينطيك اوكي ماكو مشكله. بس قلت لك اكو شيء واحد يتطبع بشيء يمشي. تعودت؟ انا تعودت على هذا الموضوع. بس اشوفه شيء طبيعي انه اذا اجي اقضي عملي ما حاولت او ما قدرت انه تكسر هذا الروتين بعمل ثاني بشغله ثانيه؟ لا يعني انا هنا اشتغل يعني براتب، مو انه انا ابو المحل. بس الواحد يحكي الليله واللي عليه راعي المال ما مقصر ويانا زين ابن خير ومتفاهمين احنا وياه يعني معتبرين المحل النا. وانت هسه على هذا الاساس ما تزوجت لحد الان؟ لا قلت لك مو على هذا الاساس، بس انا اكو شغل ارتاح بيه اكو شغل ما ارتاح بيه. مو قانون ارتحيت بالشغل؟ انا ارتحيت بالزواج. شو عليه يعني المفروض تتزوج؟ من اتزوج لازم اطلع منه. اطلع منه يعني شلون نقول احنا ماكو مرة ترضى هسه بواقعنا هسه 14 ساعة. اي يعني انت ذا صديق زين الف رحمة على والدي. 14 ساعة على هذا الوضع صار 6 سنوات. اي شارع شلون لا شارع تجاري زين. اي تخرج؟ انا لا ما كملت؟ لا لا والله شايف هاي اكو مرحله بالعمر الواحد شويه يقوم يزاغل. احنا من زاغلنا ما عرفنا نرجع على الطريق. انا احكيك اياها وقع حلوه حلوه هاي المرحله. هي. بالعمر الواحد يزاغل فيها. هي. يعني ممكن في شبابنا وين تقريبا تحديد بيا سنه بيا عمر؟ يعني انا من بديت ازاغل بالموضوع تقريبا بال 2006 2007 مراهق. اي كم ولد؟ انا 92 31 سنه. اي في المراهقه بقيت الزاغل. بس اكو طبعا يعني هذا الموضوع هسه احنا دائما نحكي فيه نقول هذا الموضوع ما حد يحس فيه بس اللي مر بيه. بعد هسه من تحكي ويا واحد شلون احنا الوضع اللي مرينا به بفتره المراهقه ما يقتنع. يقول لك لا يا معود خليها وما ادري شنو. لا هسه الاشياء كلها متاحه يعني سهله و... عيوني بلف. هذا بلف بلف بعد هنا. هي بلف يعني هسه رغم كل الاشياء متاحه للمراهقين انترنت طب وطلعه واماكن. اي صح هم من الصعوبه انه واحد يجر عدل يبقى مستقيم بالدراسه. اقول لك انت هسه هي هذا الفتره مال المراهقه ترى مو كل واحد يعني يقدر يسيطر على نفسه. فتره المراهقه اللي نحكي بها احنا مو كل واحد يقدر يسيطر على نفسه. يعني هو عمر هذا معروف عند الكل زين، بس جيب اللي يتقبل هذا الموضوع انه من واحد يحكي وياه انه يفتهم هذا الشيء. ما يعني هو هذا العمر ما يتقبل. ما من حكيت ويا اصدقائك لو من عائلتك؟ لا ويا يعني ولد اصدقائنا ويا مقربين لنا زين حكينا بهاي المواضيع هواي بس ما حد يتقبلها الا يمر بيها. زين شلون هسه انا مريت بيها يلا حسيت الموضوع. لو مكمل وين انت تكون هسه؟ يعني ما كنت مخلي شيء ببالي. ما كان عندي شيء ببالي انه اريد اتوجه. طموحك انه ممكن تقول انا اكون مو بهالمكان هذا المكان. هي كطموح يعني توجهك اعطيك مهنه تلوق لك؟ ايه؟ شكلك ما صيدلاني. صيدلاني؟ والله على الهواء. عيون عاشيلي. على الهواء؟ بعيد عن الموضوع؟ لا بعيد عن الموضوع بس عيوني بالعافيه. بدول عينك. خصوصا الانتخابات بما انه قريبين عليها راح تنتخب ولا لا؟ والله نقول ان شاء الله احنا. متفائل. ماكو احد ما متفائل بهذا الموضوع والحياة هي العراق مو الحياة، العراق عايش على امل. تغير ترى هواي تغيرت العراق؟ اكو تغيير صار. ايش وقت لمسنا هذا التغيير؟
انا اشوفه بالفتره الاخيره يعني هاي انه بالحكومه الاخيره اللي صارت انه بدا اي بحكومه السودان تحس اكو شيء صار اكو شيء يعني بالقبل كنا احنا نشوف تدري شنو حكي بس شيء ملموس ماكو هسه لا هسه اقل يعني الواحد يباوع على الشوارع اللي تبلطت زين هسه عندك السيديه كلها مشتغله على موضوع التبليغ زين اكو شيء اللي يعني هسه على اساس سمعنا انه راح تنفتح قروض للعاطلين عن العمل قروض لل نشوف اول نشوف شنو موضوعها نشوف شنو يعني الواحد مو راسا انت الرعايه الاجتماعيه عندك؟ لا ما صارت ما صارت لا انت ما قدمت لو قدمت وما لا لا انا ما قدم يعني اتهاون بالموضوع انا يعني بطبيعتي اتهاون بالموضوع بدو العينك عراس شرفنا جاي كلام متواصلين وياكم من منطقه سيدي خليكم يعني. شلونك هيدر؟ حبيبي عليكم السلام. انت قلت عندك مناشده بخصوص وزاره الشباب عفوا وزاره التربيه, بموضوع التحميل. انا عندي مناشده اريد اوصلها لوزير التربيه اني ارجع انه هذا القرار قرار التحميل قانون محاولات يعني احنا طلبت بينا 50,000 طالب وواقفين على القرار يعني نعيد سنه كامله على مد ماده مادتين يعني طالب هذا القرار هو القرار مفعل ودوليا يعني مو بس احنا عندنا دوليا موجود دوليا كل الدول عندها هذا القرار انت تيجي تلغي اخر 15 يوم دور الثاني يعني امتحانات انت هسه تريد بالسادس اعدادي المادتين يعني تحملهن ترجع السنه الجايه تمتحن فقط بيهن بس بيهن ليش اعيد سنه كامله وماده جديده والحذوفات يعني هم ظلم يعني طالب يعيد سنه كامله على مد ماده مادتين الامتحانات امتحان الدور اول ثاني ثالث امتحان الدور اول وثاني ثالث ثاني وثالث وما نجحت لان هو ما اعطى دور الطافجه ووقت غير كافي تبي ما ادرس انا بالفيزياء والكيمياء تحياي لا علمي انا تطبيقي نعم هو نفس الشيء الله يسعد بخيرك صعب ها لا هو يعني شيء اكيد تدرس وتتعب ماك شيء صعب انت شاطر بهاي الاشياء الحمد لله شاطر بس هاي المادتين ما قدرت الحق بها فقلت احملها فيزياء وكيمياء فقلت احملها فهو الدور الثاني بعد 15 يوم ونضرب هذا القرار فانا قلت امتحن اثنين واوف اثنين. زين هسه حيدر اقرانك اصدقائك الموجودين وياك بنفس الدفعه هم نفس الراي؟ نفس الراي كنا هذا القرار يعني فجاه لغاه يعني احنا انا مثلا انا عندي امتحانين قلت هذين عوفن احملن انت فجاه جيت تلغي التحميل ليش؟ والعام موجود شلون؟ العام موجود القبلها موجود موجود فجاه لغاه يعني تحطمت يعني نفسي انتم كنتم متأملين انه اذا ماكو اكو تحميل وممكن انت ليش ما قلت لنا من الدور الاول خليتنا ندرس بين ونتعب احنا تأملنا انه اكو تحميل نعوف عن الماده ندرس هالسنه تجي بس هو فجاه يعطي قرار بكيفه ويلغي قرار بكيفه فاحنا نريد من خلال هاي قناتكم توصلوا لنا صوتكم صوتنا توصل اليه انه رجاء اخوي طلاب احنا مثل ولدك الى الناشد رئيس محمد الشاع السوداني انه بس يرجع لنا هالقرار لان احنا طلاب دفعه 23 انظلمنا طلعتوا مظاهرات تجيتوا وما يفيد الحكي لا طلعتوا مظاهرات قبال وزاره التربيه يعني ذيك الدفعه هم طلعنا وهسه هاي هم طلعنا ماكو نتيجه ما طلع الوزير وياكم ما يعني ماكو نتيجه ماكو نتيجه هسه احنا طالب الحذوفات يرجعون للطلبه خطيه دفعه 24 والتحميل لنا يرجعونا احنا دفعه 23 بس احنا ملكت انه يرجعونا هذا القرار قرار التحميل لان يعني انت تخيل يعني سنه كامله عيد على ماده مادتين السؤال من وجه لوالدك ابو حر شلونك تعال تفضل هنا شلون اخبارك شلونك الله يرضى عليك شلونك انت مع هذا الراي طبعا وبالاضافه يعني تكاليف الماده لا تنسى السنه كان ماده صعبه جدا هسه دخلت تخصصي لا والله ما دخلت تخصصي الماده مساعد مع الخصوص يعني هسه بهذا الوضع يعني هذا العفو انت تحكي هذا ماده التحميل العفو هذا القرار تفيدهم كلش تفيدهم وتفيد العوائل طبعا عوائلهم سنه كامله هاي السنه ايش قصرت؟ سنه حرها وبريتها صرفت هواي انت تعرف انت هم طالب وتعرف ملابسك اكلك شربك روحتك جيتك هاي كلها اي بالاضافه الملازم والخصوصيات والشغلات مؤذيه تكاليف مؤذيه ليش ما تعول ليش ما تقول انه المشكله بحيدر؟ انا ما يعني مو ادبني نص عليها المشكله
وهم نطالب مع ذلك محمد الشاع السوداني يرجعوا لهم هاي التحميل اللي هم كانوا منتظرينها وفجأة لغت. بس هي سنة ممكن إذا ترجع سنة تبقى على مادتين راح تفرق حتى نفسيا طبعا. هسه هو اليوم حتى أكل ما ماكل بالله الكريم. يعني عيد سنة كاملة على مادة ما ماكل يعني هسه ترجع تداوم هسه هم يردون منك امتحانات وترجع وتعيد وهاي. نفسيا شلون راح تتعامل وياه؟ لا انا مطلق الحريه يعني انا ويا اصدقائي يعني ما متعاقين. لا ايش اسوي؟ مقبل الوضع طبعا. لا ايش اسوي؟ لان تعرف وضعه يعرف. لا هو مثابر وتعب بس ما صارت. لا هو السادس يعني هو متعب. سادس توفيق وجهد يحتاج له يعني. لا هو الجهد ذب جهد الله وكيله. فقط توفيق بس ما اكيد سبحان الله. انت هسه اليوم قدام والدك وين تريد توصل؟ يعني اكمل لا اذن اجل هنا ادخل طبيه ادخل هندسه. عندك هذا الطموح؟ نعم بدر. كل شاب طالب سادس عنده طموح. المواد اللي امتحنت بها البقيه شلون هالدرجات؟ الحمد لله درجات زينه 80ات 90ات. قلت لك هاي المده هو بيه ضعيف هاي المادتين ضعيف. ايه يعني ان التحميل يا ريت يعني بس التحميل. ابو حر خلي اسال سؤال خارج الموضوع. تفضل. اليوم ظل هاي التحديات وهاي المغريات الموجودة شبابنا الموجودين باعتبارك توالد اليوم لحيدر الله يخليه، ما تعتقد انه اليوم من الصعوبة واحد شوي يخليهم على السكة ثابتين؟ جدا جدا صعب هاي المغريات خاصة بزمن هذا الانفتاح والتكنولوجيا والانترنت. اكو مغريات هواي وهم شباب. تأثر هاي؟ تأثر. شلون لا تأثر؟ تأثر يعني المجتمع له تأثير. مجتمع المغريات لها تاثير يعني خلي اقول مثلا 80%. اي طبعا. اليوم انت تدرس بين الدراسه وانت بهذا العمر الخطر جدا اعتبره لان عمر مفصلي. صحيح. ومرحله مفصليه انه الجامعه هي اللي راح تحدد مستقبلك. صحيح. لكن بين الدراسه وبين الحياه وبين المغريات اللي موجوده حاليا على الانترنت والطبه والطلعه وغيرها شلون ممكن انه تحافظ على هدفك؟ والله لو عنده هدف وطموح ما يهتم من هاي الامور، يذب موبايله على صفحه ويقرا، لا يهتم من هاي الشيء ولا هاي الشيء، هذا اللي عنده طموح وهدف، بينما الهيج جاي على الونسه لا هذا اكيد يرسب ويعيد، بينما انا عندي هدف وطموح ما تهمني هاي المغريات الحياه ولا طوبه قهاوي كذا. انا اذا سادس وبكالوريوس سواء اي مرحله كانت لازم اعوف هاي المرحله اعوف كل شيء. يعوف شيء وبعدين عود من ينجح يرجع تجي هاي الالعاب يلجا شيء تجي. زين. يعني انا واعده بالنجاح وهاي ويدري بي تعب عليه وما قصر وياي بس تطلب بس مني ما كنت تحميل انا اعوض اوعده واوعد الناس احنا 50,000 طالب و50,000 عائله و50,000 بيت يعني خطيه والله خطيه خلي رجعنا ما الله يديك. نعم مشاهد الكرام اذا بالتالي رساله لكل المعنيين بوزاره التربيه انه فقط موضوع التحميل تخلوه للطلبه باعتبار انه اجتهدوا وتعبوا خلال سنه كامله لكن غاب عنهم التوفيق ما حالفهم الحظ بمادة أو مادتين فالموضوع ما يستوجب أنه يعيد سنة على المواد كلها سواء الراسب بها أو الناجح بها. فنتمنى أنه قرار التحميل يكون موجود حتى الناس بعوائلهم وهم بنفسهم كطلاب ناس وضعيتهم تستقر تعرف أنه هاي السنة أنه ما باقي له بس هاي المادتين حتى يوصل للجامعة. فبالتالي رسالة نتمنى تكون واصلة الجهات المعنية بوزارة التربية. متواصلين معكم خليكم. كريسمسكم خوش. كريسمس يا الاولاد. شلون الحلو حبيبي الورده الله يخليك الله يسلمك. طبعا اجواء الكريسماس موضوع الكريسماس هاي الاشياء التحضيرات الحلوه شلون الاقبال عليها لحد الان؟ انتم اليوم يلا بديتوا؟ والله احنا تقريبا قبل قل الشهر بدينا بصراحه قل الشهر بدينا تقريبا قل الشهر بصراحه بدينا يعني كل سنه قبل ايش قد؟ قبل شهر احنا نبدي نبسط بصراحه نبدي نبسط قبل شهر تقريبا تبدا التحضيرات شوي شوي انت ما تقدر تطلعها شفته واحده بصراحه تعرضها لان راد لك وقت لان كل ما تنزل كل اسبوع تنزل تلقى بضاعه جديده بالسوق تعرف شلون؟ فراد لها وقت لحد ما تشتد حد اخر شيء احنا
يعني ننزل مستمرين بالسوق يعني لحد اخر اسبوع، اخر اسبوع الاخير مستمرين نزلتنا للسوق يعني، لان شنو دائما ينزل شيء جديد، دائما ينزل شيء جديد. ايش قصالك بالسوق؟ والله من التسعينات بصراحه اشتغل بالسوق. الله يبارك. هاي موضوع الكريسماس شو وقت بدا انه بالروج مالته، هاي الذروه مالته؟ الذروه مالته يعني يعني بالسبع سنوات ثمان سنوات الناس قام اي تعرف هالشيء هذا، انه قام يعني بصراحه تعرف هالشيء وتطلع تهتم بالكريسماس اكثر يعني، تعرف شلون؟ فالناس قام ترغب لهالشيء هذا. شنو الجديد اللي نزل هاي السنه؟ كله جديد بصراحه يعني هسه السنه ذا هاي شجره نبيها خضراء وبيضاء صارت ايه صفراء ليش؟ اي مو هذا اكو حتى بعد الوان احنا معارضه، اكو وردي اكو بنفسجي. اي والله اكو ليش هاي الالوان؟ مو هي يعني اذواق، تعددت الاذواق يعني، يعني كل من هو ذوق يعني، اكو يريد ابيض اكو يريد بنفسجي اكو احمر، تعرف شلون يعني هواي الوان يعني، تعرف شلون؟ تحسب العاده شنو تنان تبيع يعني غير هذه؟ اشوف الاشياء كلها كريسمس قبل الكريسمس شنو تعارض هنا؟ كريسمس باسكلات نعرض، اختصاص العاب، اختصاص المحل، العاب مال المحل. بس هاي الشغله موسميه؟ موسميه هاي بس انا مره واحده يعني. اي نعم. قصوا من الصين لو منا من الشغل؟ لا لا منا من السوق يعني. اي وهاي الاشياء نفسها؟ هي نفسها تبي شنو تتغير هاي كلها؟ انت تشوف هالشيء هذا لا تجي مرة الثانية تلقى غير شيء معرض نهائيا يعني، لان كله جديد. والله تجيك باكر شلقه جديد هنا. والله اكو شغلات احنا حاليا مستوقين، بس بعد الشغلات بدنا نطلع شوي شوي. بالضبط بعدنا معارض يعني. الناس بدت هسه طبعا بدت الناس يعني قام تلتفت لهالشيء هذا يعني، الملابس هاي يعني المتطلبات اللي تحتاجها تاخذها قبل الوقت يعني. نوبات الايام الاخيره صار شويه الذروه صعبه يعني، تعرف شلون؟ نوبات مثلا نخلص بضاعه من نروح نسوق احنا الاسعار تتغير يعني شويه يصير محرجه يعني. واحد واحد اثنين واحد تنتهي هاي ماكو تنتهي اثنين لو شو وقت تنتهي؟ ثلاثه واحد تجي ولا قطعه تلقى ولا ثلاثة واحد. اي حتى لو ما مبيوع نشيله للسنة تجي يعني. هاي الهوسة قيمتها الحد واحد واحد. بالضبط اي بالضبط. ثلاثة واحد اثنين واحد مصر. ماكو ما تلقى ماكو قطعة واحدة من عندها ما تلقى كلها انشال. حتى اكو نوبات بالدوام يطلبون من عندنا شغلات مثلا احنا شلناها مثلا زادت مثلا اي ما نقدر لان تتكلوز وتنضم يعني بداخل المخزن يعني مخازن عندنا خاصة يعني وتنضم بها هيش يعني. وتخلوها هيش. اي تبقى بعد ما عليه شيء بس هو يبقى شيء بسيط يعني ما يبقى شيء هواي منه. حركة السوق بالوقت الحالي شلون اوضحها؟ هسه باعتبار موسم احنا نقول اكو موسم يعني اكو ركود لو اكو حرق. والله هو احنا نحكي بصوره عامه يعني هو الدولار شلل السوق يعني تام شله تامه يعني. شلون هالمعاناه مالتكم مال الدولار من 2019 لحد الان بعدها مستمره؟ كان 40 42 بيها مجال الناس تطلع تبضع تسوق هذا 50 بيها ما اعرف والله قبل 3 ايام يمكن 57 بيها مجال بس هو الناس قدر الشرايه مالتها تعبد يعني اكو شغلات هواي العالم قام تستغني عنها يعني هو يعني ثانويات بالضبط يعني صار مو شغله اساسيه هي ولا الالعاب يعني صار شغله مو اساسيه ولا الملابس يعني اكو شغلات الناس قامت تتجه للي المسواق اللي يخص البيت يعني بصوره عامه الغذائيه السوالف هاي تعرف شلون شيء اهم بعدين يلا يرجعون للشغلات الثانويه يعني بحكم الدولار لانه هو الدولار دمره بصراحه يعني تعرف شلون يعني ولحد هاللحظه هاي يعني الحركه مشلوله بصراحه صح اكو عالم بس قدرة الشراية ضعيفة بصراحة. هو الشراية ضعيفة. والكريسماس خوش كريسماس يا الأولاد. 2024 2024 وهاي الأشجار الموجودة. إن شاء الله سنة خير عليك. علينا وعليكم إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله 25 نلتقان وياك بهذا التاريخ. الله يبارك فيك. إن شاء الله نسوي التحضيرات الجديدة الجاية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي سنة خير وسعادة على الشعب العراقي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. يعني سنة خير يعني وإن شاء الله يعني يعني الدولار ينزل والأمور تتغير إن شاء الله نحو الأحسن إن شاء الله. إن شاء الله الألوان مال الشجرة الصفراء والخضراء تجي بعد كل الألوان موجودة مو بس لأن الألوان لا هواي هواي كل ألوان بعد هواي بعد ما منزلين هواي. أتمنى كريسمس سعيد لكل الناس اللي موجودين وانتخابات سعيدة. صدق على طال انتخابات انتخابات بس يعني يعني وش يسوون يعني هم يعني ما تنتخب لو لا والله احكي لك الصراحه لو اكذب عليك ما انتخب ما انتخب لان قبلهم ما شفنا منهم شيء بصراحه يعني هسه واقفي القطع شوف هذا يبني هذا يعمر هذا ياسس هذا شيء قبلهم ايش جاي يسوون لا صح لو لا يعني معقوله هذول راح يغيرون حال البلد؟ انت هسه بالوقت الحالي ما لقيت اشياء تغيرت بالعراق منطقيه يعني شنو اللي تغير يعني الكهرباء اللي جاي اقوله شنو مثلا ممكن احنا قبل ما كنا ننتخب او مقاطعين الانتخابات واكو ناس مثلا ما لها رغبه باعتبار انه اجوا خذلان 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 هسه بالجديد اللي جاي اقوله ايه. بالجديد يعني هاي التغييرات اللي صارت بالعراق يعني الاستقرار نوعا ما التطور
احكي كابونه تحتيه وما شابه ذلك، هاي ما لمست منها بوادر ايجابيه؟ شنو شنو انبعاتها خايبه؟ شنو اقول لك شنو يعني شنو؟ لا ما مقتنع، يعني اقول لك رحمه لوالدك، يعني هي شنو البنى التحتيه؟ يعني انت ابسط شيء هسه مقومات الحياه اللي هي الكهرباء، الكهرباء تعبانه، خليج الصيف شوف شلون الصيف، تعرف شلون؟ المي تعبان، تعرف شلون؟ يعني هسه اتحداك اذا واحد يجي وقفه هنا اذا ما ينقطع المي من الصبح لحد الظهر لو الليل بالسيديه، خاصه السيديه تعرف شلون؟ تعبان المي مالك. تفاجئت انه فرحانين بالتبليط، انتم بلطوكم هاي الفتره. هذا التبليط اللي تحكي عليه، هذا التبليط روح طبها اي الشوارع، شوف الطسه نفسها هي بلط فوقها، يعني تعرف شلون؟ هي من قاع هو شاع نفسها بيطسه وبلطها فوق الطسه وبقت نفس الحاله، يعني ما عالجوها. يعني هسه كمدن احنا ما نريد نحكي محافظات، يعني يقشطون الشارع يعمر ويشتغل الشارع بصوره صحيحه، ما نريد نقول يا محافظه، يعني من تروح تسال الشارع يمكن 6 مرات 7 مرات مراحل تبليط تصير عليه، يلا يجي قبل يزفت، احنا هنا جماعتنا بس قشط قبل زفت، هذا الشيء غلط، تعرف شلون؟ اتمناك التوفيق. الله يخليك. رحمه الله. نعم مشاهدي الكرام، تواصلنا وياكم، خليكم يعني. استاذ عندي مناشد، عندي اختي مريضه نقص بعقلها، وعندي اخوان 2 مرضى، واحد تخلف عقلي رابطين بسلسله بالبيت، يعني خاف علي يشرد، دام يشرد جيبوني على النجده، والثاني توحد، والله اي تسوي له حل، يعني وصل الشاعر تاجي، يعني هسه من بكتي وصل رساله صارت الصحه عند الشيء لهم مناشده، اي مناشد بكتي يعني سوي خارج العراق، يعني لهم علاج وضعهم يعني مهدئات، يعني ما تفيد، ما خارج العراق عالجهم. كم حالة عندك؟ 3 عندي، بنية و2 ولد. الأولى نقص بعقلها مع المهدات بس ما تطلع حق الباب. والثاني ينهزم من البيت يشيل السلسلة وينهزم. أنا من لوسينا، منطقة لوسينا حتى رشيد. الولد اللي قلت لك الثالث توحد. اي. هذول أخوانك؟ اي هذول أخوتي. وأنت اللي قائمة مواجههم؟ أنا قائمة مواجههم. اي. وهسه اللي تحتاجيه من وزارة الصحة شنو؟ وزارة الصحة إنه يسوي لي خارج العراق أسافرهم أقرب دولة مثل أي دولة مثل. موفرين اشياء علاجات كذا. دكتور محمد عقيد هذا بالكراده قاعد اراجعه. اي. لا قصدي المستشفيات الحكوميه. لا. موفر العلاجات؟ لا محمد هذا بالكراده محمد عقيد موفر العلاج. زين. بس العلاج ما كلش غالي، يعني الواحد بس الواحد 120 وانا ما عندي. تمام ان شاء الله صوتك واصل. زين استاذ لهم حل، يعني اريد دوله اجنبيه. اي. اشياء السود بكت الله. المناشده واصله من اختنا اللي موجوده لوزير الصحه العراقي، تحياتنا له وتحياتنا لدوله رئيس الوزراء باعتبار انه اليوم مناشده من امراه عراقيه يعني بحاجه الى وقفه حكوميه جاده. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الاخبار؟ انا اقول سوالف ويا شباب حلوه، تعرف نعم. ليش؟ نعم. لان واقعيه منطقيه. صحيح. وباعتباركم عشتوا وشفتوا وتعرفون كل شو كلاش، يعني على قولتنا تعرفون الصح من الخطا وتعرفون هذيك هي ما تجاملون. العرب قالت والفضل ما شهدت به الاعداء. راح احكي لك لقطه عن تواضع عبد الكريم قاسم. بال 68 توفى شاب سامرائي، انا شخصيا رحت للفاتحه، كنت شاب ايضا. اخوه صديقي سامر رحت؟ لا بغداد. يسكن بمنطقه قنبر علي. فاجى للفاتحه رجل كبير السن يمشي على العوده. تعرفت عليه اسمه حجي قداح السامرائي. قرايب المتوفي الله يرحمه. ورا الفاتحه ظلينا قاعدين، سالته قلت له حجي احكي لي من ذكرياتك الاشياء اللي تابك الفضول لازم تسال عليه. نعم. زين. قال لي انا من اصدقاء عبد الكريم قاسم. اصدقاء صديق الرئيس هذا. عبد الكريم قاسم كان رئيس وزراء بعد الثوره. زين. ووزير دفاع والقائد العام للقوات المسلحه. قال ابن عمي مفوض بالامن العامه. صدر قرار بتطهير الجهاز الإداري العراقي
فكل موظف عليه علامات استفهام يلزموا الباب. مو فاسد، موظف فاسد. الان بالمغلوبي الموظف الشريف يلزموا الباب والفاسد يخلوه بالمصرف. حلو، هذا المدخل يجنن. نعم. انت سويت اللي توصل. اريد اوصل للنتيجه. شنو النتيجه؟ يقول اخذت لابن عمي ورحنا للدفاع بصفته عبد الكريم قاسم صديقي، ادى وصي بابن عمي حتى لا يفصلوا من الوظيفه. يقول من طبينا للدفاع شفته نازل من الدرج. يقول صحت له كرومي كرومي تعال يمي. الرئيس الوزراء يقول له كرومي كرومي كرومي. يقول هو ابتسم قال لي اعرف لوين جاي، اذا جاي من طرف ابو عوف يعني عبد الرحمن بن عمه ارجع ما علي شيء ابو عوف. يقول رجعنا وابو عوف وقب الوظيفه، اولا ضمن نزاهته وضمن سلامته بالمنصب ماله مفوض بالامن العامه. طبعا هو بذيك الفتره مدير الامن العام من عدم حاكمهم محكمه الشعب من عدم راح الدار حق. المهم اكو رئيس وزراء هسه مو رئيس وزراء مدير شرطه يصيحه باسمه، شوف شو يسوي لك. يلا افرض اسم حسين قل له حسوني تعال حسوني، هسه مفوض بالشرطه قل له تعال حسوني. يبي يقول لك ما عندي اسم وهذا يصيح رئيس الوزراء كرومي. هو صح لو مو صح ويجي، احنا ما علينا صح لو مو صح، علينا الاخلاق. زين هسه قبل ما تجي انت اجوا اخطاب الحزب الشيوعي العراقي هنا واخوهم رائد فهمي. رائد فهمي الرجل لا ابن عمي ولا ابن خالي، كان عضو مجلس النواب العراقي، استقال وطلع ورفض يستلم راتب التقاعد. هاي نزاهه لو مو نزاهه؟ هو اكو عضو مجلس نواب يرفض راتب التقاعد هسه؟ اعطيني اياه. بسالك سؤال، انت ليش هذا الموضوع هام بي صاير وياك من موقف؟ صار وياي، صار وياي داعيش في بلد فاسد. الاجهزه الاداريه قاطبه فاسده. من اصغر موظف الى اكبر موظف. انت شنو عضو مجلس نواب يطلع يقول كل احنا حراميه وما حد يحاسبه؟ قالها لو ما قالها؟ اعطيك اسم العضو مجلس النواب لو لا؟ كل العراقيين شافوا، طلع بالتلفزيون قال كل احنا، سال المذيع قال له انت وانت انت حرامي؟ قال له نعم انا حرامي. هسه احنا هذا اوكي نتفق، وصلنا للنتيجه لو لا؟ هسه وصلت للنتيجه، اعطيني الحل. الحل ما موجود عندي ولا موجود عندهم، لان هم منصبين من الخارج. المسؤولة عن هذا الفساد الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي جابتهم، لأن ما اختارتهم من بيوت أصيلة، ما عفضوا على شرفهم وسمعتهم. انتخابات انت باختيارك، حتى هم هسه اجوا وقالوا باختيارك انت بكيفك، شو تريد تختار اختار. أنا هاي المسألة خاصة بي، إذا ولد نظيف وشريف ليش ما اختاره؟ اختاره طبعا. لا لو خليت قلبت لازم اكو شريف. هذا الشريف ضمنا باكر عقبه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اضمنه. سبحانه مقلب الاحوال، ما ادري بعد اذا انقلب ويا التيار بعد ما ادري، واذا لا بقى بكيفه هو ما سوي له شيء. بس عاتبه انت شلون راح تعرف؟ عاتبه اكو اكو مؤشرات. نعم اذا اسمع الله وصيح العليوي، اذا زعل هذا انقلب، اذا ما زعل لا بعد. هسه مو اقول لك، قلت لك مو شرط، هي كل ظروف الا مناسباتها. هسه انت المسؤول ما شايفه اصلا، مو صيح له باسمه، انت ما شايفه للمسؤول ما شايفه. شايف مسؤول حجي؟ والله ابو هدير ما خلى عندي شيء، كله حجال حجي. شايف مسؤول هسه ولا ما شايف مسؤول؟ انت مسؤول. انا مسؤول؟ حبيبي كل احنا مسؤولين. الله يسلمك، والله هسه شفت بس محمد شاع سوداني. ايش بيه؟ طيب خوش انسان. زين. ويشتغل. يشتغل. زين. زين حجي هسه السؤال. انا هسه ارجع له. اذا محمد شاع السيد محمد شاع سوداني دولة رئيس الوزراء، فات منه وصحيت لحمودي وما سلم عليك.
تزعل؟ لا ما زعل ما زعل. هذا رأيه ما لي علاقة بي يعني. يعني مو مثل عبد الكريم القاسم. لا ما نصيحة، مذاك يختلف، الوضع يختلف. هذاك رجل شعبي ودائما كان يكرر كلمة ما قالها أي سياسي عراقي بعده. دائما كان يقول إنني ابن الفقراء، أنا أبوي نجار، أنا فقير، أنا من جملة الناس الفقراء. هاي ما يقولها عضو مجلس النواب هسه ولا أي مسؤول عراقي يقولها. ما عاد يحكي، ما عاد يقول أبويا كان يشتغل. الحرام ما يقول أبويا منو. ما يشتغل أكو حرام يقول أبويا منو؟ ما يقولها. بس حمودي الأخشم قالها. بس راح تنتخب ولا؟ إن شاء الله. لاقي لك واحد. إن شاء الله. يقول الفرح ما يوم لينا يطب ويمر. الفرح ما يوم لينا يطب ويمر. لين زعلان ما يجينا. احنا العراقيين ما يجينا الفرح. ليش تتوقعون يجينا في يوم الفرح؟ الفرح ما يوم لينا يطب ويمر. وبحشاشتي تشب نيران ويمر. وجمر. وصفوا لي الصبر. والصبر ويمر. وطعم الصبر من طعم المنية. ان شاء الله طولة العمر. طبعا هاي الناس الموجودين هنا أنا. هاي الجمال الحلو، هاي القعده الحلوه هنا موجود. اني بعد كل حلقه بالنجم السيدية صور لكم. ناس طيبين، ناس طيبين، غيرتوا المود، كسرتوا الاشياء. فمثل هيك ناس يعني موجودين ما شاء الله، الله يعطيهم طولة العمر. زين السوالف وياهم حلوه، الاشياء حلوه، لكن احنا المشكله وين؟ المشكله بالوقت. التايم تايم غدرنا لو بدي بالصبح وحدايا ربقوا ياكم. فان شاء الله نشوفكم باقرب وقت. مشكورين منك. ان شاء الله نجيكم على الاذاعه يوم السبت الساعه بالخمسة. واجبنا لا واجبنا. مشكورين منكم مشاهدينا الكرام. يعني يعز علي ان اختم الحلقه اللي جمالها وجمال الناس اللي موجودين يمي، لكن بالتالي الوقت ما يسعفنا. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل. الى اللقاء.